بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صحبه وسلم. حدث اللي هو حدث ليس إقليمي ولكن إقليمي وجهوي وطني. كما يعرف الجميع أن هذه الجائحة جائحة عمت الجميع، لا المؤسسة ولا التلاميذ ولا العاملين بالمؤسسة. وحنا كنا ننتظر من هذه المقاولة، هذا من جهة. بعد ذلك التجئنا وتدخل السلطة المحلية مشكورا، بعد من هذه المباراة نشكرها التدخل ديالها. بالنسبة للتعليم عن بعد، يجب على المؤسسة أن تعقد عقدا آخر بشروط أخرى. هذا الرجل ما باش الحوار، هذا الرجل با يخرج من هذه الجائحة مستفيدا. وأنا تنقول راه المقاولة في المقابلة القرابة المقاولاتية راه فيها الربح والخسارة، ما فيهاش الربح. واش هو بيربح على حساب الآباء اللي فضلهم فضل الله عز وجل هذه المؤسسة ودار مشاريع أخرى؟ راه لا يعقل هذه المسألة هذه. حنا ناس الحوار ثم الحوار ثم الحوار. مرة أخرى حنا مع الحوار ثم الحوار ثم الحوار، ولكن إذا جدوا بالحوار القضاء أولى من الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. احنا جينا هنا تجمعنا اليوم عند المؤسسة، تعاملوا مع الآباء بحكم هذه الجائحة اللي واقعة دابا، والناس كاع كلها متضررة والأغلبية كلشي جالسين من الخدامي. المدارس كلها يعني تفاهمت مع الآباء، وهل اللي دار البورسونتاج، هل اللي دار الإعفاء، إلا هذه المؤسسة هذه ما باش يتفاهموا معنا كاع، ما باش يتفاوضوا معنا، ما حتى شي حاجه. حتى الاستقبال ما كيستقبلوناش، بغيناهم يعني كاع كلشي جالس. ما يتمكنش احنا وليداتنا ما قراوش شي حاجه وغادي نخلصوها. يعني المؤسسه كانت ساده، ما كتضيع لا ضو لا لا لا, لا كي كنقولوا لا ترونسبور لا تحت جاي لهنايا، ما فهمتش على اش غادي نخلصوا. ما غادي نحتاجوا المدارس، ها اليوتيوب ما بات حد، كاع الناس غادي يدخلوا اليوتيوب وغيدخلوا لجوجل وغادي يقراو. وراه ما يتمكنش هذاك الدري راه غيتعلم بوحدو باغ انترنيت. كون كان غيتعلم باغ انترنيت ما غاديش نحتاجوا اننا ندخلوا وليداتنا المدارس. يعني داكشي داك التعليم عن بعد، حنا اللي كنجلسوا مع وليداتنا، وحنا اللي كنقريوهم، وحنا اللي كنجلسوا نشرحوا لهم. حنا شكون غيخلصنا اللي قرينا مع وليداتنا؟ علاش غنخلصوا هو؟ انا نقري وليداتي وانا نتقاتل معاهم، نقعد يعني ندير الماكسيموم ديال جهدي باش نحاول نفسر لهم الدرس، وفي الاخر نخلص شخص اخر اللي هو ما مشاوش عنده، ما قابلهمش ليا، ما جلسوش عنده، ما استفدوش من حتى شي حاجه. علاش غادي نخلص؟